رحيل بحجة عن الغرفة السفلى مسألة وقت ليس إلا. فالرجل اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الخروج من الباب الواسع بالرضوخ لخيار الأغلبية التي وصلت إلى نقطة انسداد مع الرجل، أو الخروج من باب ضيق عنوانه المجاهد بحجة يلغم أسوار مبنى زغوت. طرح تبناه أحمد يحيى بقبعته الحزبية. أملي أن يستمر في إبقاء صورته صورة إيجابية، وأن ترفع هذا الانسداد الموجود حاليا باستخلاصه عبر الرسالة اللي وجهها له 361 نائب شخص. بينما خرج يحيى الوزير عن الصمت ليرد على نظرية المؤامرة التي يرويها بحجة، مؤكدا أنه لا للرئاسة ولا للحكومة يد فيما يدور داخل المجلس. الرئاسة لا داخل لها في الموضوع، نسمع حتى أقوال أن فلان تكلم في الهاتف وفلان تكلم في الهاتف، واحد ما تكلم في الهاتف من خارج المجلس. بحجة الذي وضع سيناريو وحيد لرفع الراية البيضاء بانتظاره مكالمة من الرئاسة، نسي حسب يحيى أن ذلك تناقض مع الدستور، لأن جلوسه على كرسي الرئاسة جاء بالتزكية لا بالتعيين الرئاسي. أما الآن القول أن تأتي نص كلمة من الرئاسة، هنا ندخل في تنكر لأركان الدستور. الرئاسة تقول له روح ولا تقول له قعد، الرئاسة هي اللي دارته، ما دارتوش. لو جاء تعين كان يتعين مرسوم لا ينتخب. انسداد يرى البعض أنه لا يخدم عمل المشرع الجزائري، وسيطيل حبس أجندة حابلة بالقوانين المرفوفة في مكتب المجلس، لكن للمادة 138 رأي آخر. ما يكونش في حل مجلس الشعب الوطني، وحتى نزيد لك حتى قانون المالية مش في خطر، لأن الدستور عنده مادة 138 آخر فقرة تاعها تقول في حالة ما البرلمان ما يصادقش على قانون المالية، رئيس الجمهورية يمضي النص اللي قدمته للحكومة. رسائل بعث بها يحيى للرجل الثالث في الدولة، مفادها ارضخ لأمر الواقع واخرج بشرف، فحل المجلس لن يكون.